مرة واحدة فقط في تاريخه عام 1972 إلى 1973. وكده نكون خلصنا خبر عن أخبار الكورة وعن سبب تسمية فريق غزل المحلة بهذا الاسم. بشكركم دايما أعزائي المشاهدين، وأتمنى دايما إن أنتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منها كل جديد عن أخبار الكورة العالمية والمحلية، وشكرا لكم.